نرجع لعمر الشويخ، شاب من شباب السويس، وعلامة من علاماتها في الهتاف من في حب مصر. عمر، أتمنى يكون الصوت واضح المرة دي. أهلا يا عمر. أهلا حضرتك، إزاي حمد؟ إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا عمر. الناس الجدعان في كل مصر. أهلا بيك. تابعت امبارح اللي حاصل في السويس؟ تابعت طبعا، يعني ما فيش حد بقاله يومين أو ثلاثة كمان مش بينام قبل ما يعني خلاص بيخلص، إن هو مش قادر يقعد أكتر من كده فبينام غصب عنه، يعني لازم يتابع اللي بيحصل في بلده قبل ما بيتابع اللي بيحصل في مدينته نفسها ومع أهله وإخواته وأصحابه اللي عاش معاهم. يعني إيه شعورك وإنت شايف الشباب امبارح في السويس بقى في الأربعين وفي المثلث واقفين قدام الشرطة وبيهتفوا واقفين بيرجعوا روح يناير مرة تانية؟ الله يا استاذ احمد، شعور بالفخر، شعور بروح يناير تاني والله، والدموع اللي ما قدرناش ان احنا نمسكها واحساس يناير من جديد اللي عشناه، حتى لو احنا كان بنقول انه الشعب ده ما فيهوش امل، لا الشعب ده اثبت ان هو لسه في امل، وان هم بس كانوا مكبوتين وكانوا مكبلين وكانوا مقهورين ومستنين اي حاجه عشان ينفجروا، ومستنين اي لحظه عشان ينزلوا تاني ويقولوا ان احنا موجودين، ان احنا مكملين ثورتنا لغايه لما نعيش بكرامتنا او نموت زي اللي ماتوا. فيعني هو احساس شويه مشاعر في بعضها، احساس بالغضب من اللي كان بيحصل امبارح واللي شفناه، واحساس بالفخر والعزه انه لسه في ناس قادره ان هي تقف. يعني شعب السويس زي شعب مصر كله برضه شعب عنيد، شعب السويس من اعند الناس اللي انا شفتها في حياتي. يعني انا عشان كده كنت عايز اسالك، ليه السويس؟ اشمعنى السويس؟ شعب السويس شعب عنيد يا استاذ احمد، واللي نزل السويس واللي عاش مع ناس من السويس وعاش مع اهل السويس عارف ان شعب السويس عنيد، وما ينفعش يتداس له على طرف لفتره كبيره. يعني الناس دي لو نزل منهم دم واحد تلاقيهم كلهم ايد واحده على اللي ضربهم. السويس اصلا كلها، يعني لو قلنا هنقول اوضه وصاله او اوضتين وصاله، فكلها اولها عارف اخرها، وكلها اصحاب وكلها زمايل وكلها ناس عارفه بعضها، من عمال من مدرسين من كل الناس هتلاقيهم معارف واصحاب وعارفين بعض. ليه الناس امبارح لما كانت في الشارع وفي تظاهرات الناس كانت بتقول عمر فين عمر يهتف ويجمع الناس، ليه الكلمه دي بتتقال في شوارع السويس او بين الشباب او كتير منهم الشباب اللي موجودين وكانوا موجودين امبارح؟ مش عارف، بس الفكره انه انا زي بقيه شباب السويس تربيت من صغري على اني ارفض الظلم. طلعت في السويس من ايام يناير وانا موجود في السويس والناس عارفاني، وبعد الانقلاب ظهرت اكتر في السويس وبعديها في جامعه الازهر، لكن في السويس كان ليا اثر كبير لانه انا الحمد لله كان ربنا رزقني بصوت عالي، حنجره كويسه بتسمع، فلما كنت بطلع اهتف مع بقيه الشباب كان تقدر تقول كان في شكل مختلف للهتاف، بيسمع بيلم الناس بيجمع في حماس بيدعموا حماس الشباب اللي حواليا، مش حماسي انا بس او مش انا بس اللي بحمس الناس، لا الناس اللي حواليا هي اللي بتشجع. يعني انت لو اسد في وسط غابه لوحدك مش هتعرف تعمل حاجه الا باخوانك وحبايبك واصحابك واهلك وناسك. طب قول لي يا عمر، انت شفت امبارح، انت يعني ممكن تكون تعرف كتير من الشباب اللي كانوا في السويس او اللي كانوا واقفين في الأربعين امبارح. الامر امبارح فضل لحد الفجر تقريبا، كر وفر وضرب يعني ضرب خرطوش وقنابل غاز وميه والشباب كان واقف صامد يعني. ولما بنتكلم الناس دلوقتي بيقولوا لا ان الشباب نازل، بقول لهم طب هيجيبوا لكم قوات امن من اسماعيليه ومن القاهره، يقول لك مش هيهمنا وهننزل برضو. انت ايه رايك في الكلام ده؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك في الاول استاذ احمد، شعب السويس شعب عنيد. شعب السويس اللي واقف 25 يناير من يوم الثلاث لغايه يوم الجمعه وما بعد يوم الجمعه، شعب السويس اللي كان واقف لوحده واللي اتقال عنه ان هو شرارة الثوره، ما اتقالش عنه ان هو شرارة الثوره بس عشان
عشان اول شهيد نزل ولا عشان هم فضلوا، لا اتقال عنه شرطة الثوره عشان هم الشعب الوحيد مع يعني مع مناطق محدوده في مدن تانية زي اسكندريه مثلا، هم اللي فضلوا مكملين كل يوم حتى لو ما كانش فيه مسيرات او مظاهرات كانت تذكر في 25 يناير. فانا لما بقول لحضرتك شعب السويس شعب عنيد، شعب السويس لو في حد من الناس كان امبارح اتصاب او اتقتل كنت هتلاقي في كلام تاني، وهتلاقي يعني النهارده ان شاء الله هتلاقي الشعب ده نازل تاني وتالت ورابع. يعني انا ليا ناس كنت بكلمهم امبارح زمايلي في السويس، الناس مش عايزه تروح، الفكره في انه انا واقف. يعني الجيش لو ساب الداخليه لشعب السويس، شعب السويس هياكلهم، هياكلهم بمعنى كلمه هياكلهم، لانه احس ان في طار ما بين شعب السويس والشرطه، لان هم شافوا من الشرطه كتير، شافوا منهم كتير قوي. ويعني مش هقول لحضرتك اعتقالات بقى وسياسه والكلام ده، لا، اللي يقال عنهم ان هم بلطجيه هم مش بلطجيه اصلا، وان الشرطه هي اللي بتقول عليهم بلطجيه. الناس دي اتاذت من الشرطه كتير، بعيدا عن السياسه وبعيدا عن السيسي وايا كان الكلام. حضرتك شفت امبارح الهتاف الشعب يريد قطع النظام ومرحلة سيسي، الهتاف كان اعلى من صوت الرصاص والضرب. الناس دي اللي واقفه والستات اللي فاض بيها وابتدت ان هي تشتمهم وتسبهم وتضرب عليهم الحلل وال ايوه انا شفته وكل الناس شافت. بس انا عايز منك يا عمر، شباب البلد، ولاد البلد يعني، ولاد السويس اللي بيشوفوك دلوقتي واللي عارفين عمر، اللي هينزلوا زي ما انت بتقول النهارده مره تانية وهيفضلوا ينزلوا، عايزك تبعت لهم رساله من شاب سويسي لاهل السويس اللي كانوا بيهتفوا امبارح قدام الشرطه بيقولوا سويسه رجاله. هم سويسه رجاله وهيفضلوا رجاله، والسويس يعني انا يعني اكاد اقسم بالله، يعني اقسم بالله ان انا لو في السويس ما هتاخر عن اني اكون في الصفوف الاولى معاك، ولكن يعلم ربنا الظروف اللي احنا اتحطينا فيها وخلتنا بعيد عنهم اخواتنا وعايشين معاهم وبقلوبنا وبفكرنا وبدعواتنا وكل حاجه. اخواتنا اللي نازلين انتوا يعني احنا مش عارفين نقول لكم اصمدوا، ان انتوا صامدين وثابتين ورجاله وتقدروا ان انتوا تعملوا اللي عملتوه في 25 يناير، لا وتكملوه باكتر منه. حبايبنا اللي في السويس انا بوجه لكم رساله كشاب منكم، مش لا كعمر شويخ ولا كاي حاجه تاني ولا بنتمي لاي حاجه، كشاب من السويس. السويسه طول عمرهم بيتقال عليهم رجاله، لو تعرفوا الناس هنا واخواننا واصحابنا وزمايلنا هنا لما بيعرفوا ان احنا من السويس يعني ويقفوا يضربوا لنا تعظيم سلام، بس بسبب اللي انتوا بتعملوه وبسبب روحكم اللي هترجع ان شاء الله ثوره تاني زي ما عملتها في 25 يناير، وبقت الناس بتستمد صمودها وثباتها، وبقت الناس تنزل في تظاهراتها في 25 يناير بسبب ان السويس مكمله وان فيها شهداء، وان اهل السويس من صغيرهم لكبيرهم، الناس اللي كانت في 25 يناير عندها 8 سنين و10 سنين دلوقتي بقوا ناس كبيره وشباب كبار، وبقوا هم اللي بيقفوا ضد في وش الداخليه، وبقوا هم اللي بيرجعوا وبيرجعوا الداخليه تاني. اللي احنا شفناه امبارح محتاجين ان احنا نشوفه ونشوفه ونشوفه لغايه لما ان شاء الله نرجع لكم ونقف معاكم ونكمل ثورتنا معاكم باذن الله. ان شاء الله يا عمر، بشكرك جدا. عمر الشويخ احد شباب السويس واحد الناس اللي كانت بتهتف في ميادينها باسم مصر حبا لمصر واحتراما لشعبها الكريم.